الراقصة الاستعراضية مايا تفاجئ الجميع بخصوص زوجها وتهدد بالانتحار. صدمت الراقصة مايا الجميع بإعلان انفصالها عن زوجها مصمم الرقصات إبراهيم رشيقي بعد مرور 6 أشهر على زواجهما. وخلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، أكدت الراقصة الاستعراضية مايا أنها عاشت أزمة طويلة بعد اكتشافها أن شريك حياتها يستغلها ويعيش عالة عليها. وإلى جانب ذلك اكتشفت أنه يقوم بتسجيل كلامها أثناء تواجدهما بالمنزل. ووجهت مايا رسالة مباشرة لمتابعيها وأكدت أنه وفي حالة تصديقهم لرواية زوجها ستضع حدا لحياتها كونها هي الضحية في هذه الوضعية، وفي حالة تعرضها لأي أزمة صحية فهو المسؤول عن ذلك. حمل خبير التجميل بدر خلاف يحدث ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي. أحدثت صور لحمل خبير التجميل المشهور بدر خلاف ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي وفتحت عليه بابا واسعا من الهجوم. وتأتي هذه الصور بعدما نشر بدر خلاف مجموعة من المنشورات استفز فيها متابعيه، وظهر في صورة نشرها مستلقي على ظهره ببطن منتفخة وقال لمتابعيه إن هذه الصورة استعراض لحمله. هذا ويصر الإماراتي بدر خلاف على إثارة الجدل بمجموعة من مقاطع الفيديو التي تنوعت بين الزفاف والحمل، كما ظهر في مقطع مصور وهو يعلم الفتيات الرقص ويقدم لهن نصائح لفقدان الوزن، وفي مقطع آخر أعلن فيه عن معاناته مع الدورة الشهرية. تصرف غير لائق من محسن متولي في الديربي يتسبب في طرده وقد يتعرض لعقوبات أخرى. تعرض قائد الرجاء محسن متولي للطرد خلال الديربي البيضاوي أمام الوداد اليوم الخميس 16 يونيو والجاري في إطار الدوري المغربي. وسجل محسن متولي هدفين ليقود الرجاء للفوز على الوداد بهدفين مقابل لا شيء قبل تعرضه للطرد في 87. وقام متولي بتصرف غير لائق، وقام حكم الفار باستدعاء رضوان جيد لمشاهدة اللقطة وتبين أنها غير مقبولة. وقد يتعرض محسن متولي لعقوبة إضافية من طرف لجنة التأديب والانضباط. هذا وكان محسن متولي قد تعرض للإيقاف لمدة 3 مباريات بعد حركة مماثلة في لقاء نهضة بركان. بعد غيابها الأخير عن مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة نرجس الحلاق تفاجئ الجميع في المستشفى. تفاجأ عدد من متابعي الفنانة المغربية نرجس الحلاق التي غابت عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة اليوم الخميس بظهورها من داخل المستشفى. وشاركت نرجس صورة عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، ظهرت من خلالها وهي نائمة على سرير إحدى المستشفيات الخاصة وكتبت الحمد لله. وأثارت نرجس الحلاق قلق محبيها ومتابعيها الذين لاحظوا غيابها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام، لا سيما وأنها كانت من الفنانين النشيطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أغنيتها تسببت في العديد من حالات الطلاق، طلاق الفنانة السورية لميس كان صاحبة أغنية مسيطرة
خلال شهر العسالة. تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال الفنانة السورية لميس كان صاحبة الأغنية الشهيرة مسيطرة عن زوجها بعد شهر واحد من زواجهما. وكشفت العديد من الصفحات الخاصة بأخبار الفان والمشاهير أن هذه الأخيرة تعمدت إخفاء زواجها الذي تم قبل شهر من الآن إلى أن حدث الطلاق حسب مصادر مقربة منها. وفي هذا الصدد التزمت صاحبة أغنية مسيطرة التي حققت نسب مشاهدة عالية الصمت، حيث لم تدلي بأي تصريح يفيد خبر طلاقها. حريق مهول يندلع في غابة بوغربا، أكبر منطقة غابوية بإقليم تازا. اندلع حريق مهول مساء اليوم الأربعاء 15 يونيو والجاري بالمنتزه الغابوي بوغربا الواقع جنوب مدينة تازا. وحسب فيديوهات وصور تداولها سكان المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحريق الذي اندلع منذ عصر الاثنين ما زال مستمران دون أن تتمكن فرق الإطفاء والوقاية المدنية التابعة لإقليم تازا من إخماده. ووفق مصادر مطلعة فإن عوامل الرياح والحرارة المرتفعة تجعل مهمة إخماد الحريق بالغة الصعوبة. السيطرة على حريق غابة بوغربا بتازا باستعمال طائرات الكنادير. تمت السيطرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 16 يونيو والجاري، السيطرة على معظم حريق غابة بوغربا، حيث تم تسخير 3 طائرات من نوع كنادير لدعم التدخل الأرضي لإخماد الحريق المهول الذي اندلع مساء يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 بجماعات باب بودير وكلمدان وباب مرزوقة ضواحي مدينة تازا. هذا وقد مكنت الجهود المبذولة من الحيلولة دون انتقال الحريق إلى التجمعات السكنية المجاورة، التي عملت السلطات المحلية على إخلاء بعض المنازل منها من قاطنيها وإجلائهم إلى مناطق آمنة. حريق مهول يلتهم مسجد الجماعة بسيد البرنوسي بالدار البيضاء. شب حريق مهول زوال اليوم الأربعاء 15 يونيو والجاري في أحد أقدم المساجد قرب مركز التكوين المهني بلوك منصور بمنطقة سيد البرنوسي في الدار البيضاء. وحسب مصادر مطلعة فقد التهمت ألسنة اللهب المسجد الواقع بعمالة سيد البرنوسي بعد تسرب غاز من قنينة غاز من الحجم الصغير. هذا ولحسن الألطاف الإلهية لم يخلف الحادث أي خسائر في الأرواح. من جانبها هرعت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل السيطرة على الحريق في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن بحثا في الموضوع للكشف عن أسبابه وملابساته. أغنية نتايا ضعيف تجمع الفنانة المغربية الشعبية زينة الداودية والشاب بلال. أعلنت الفنانة المغربية زينة الداودية عن مفاجأة سارة تقاسمتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام بخصوص جديدها الفني إلى جانب الشاب بلال. وتستعد نجمة الأغنية الشعبية زينة الداودية لإصدار ديو غنائي سيجمعها بالشاب بلال والذي يحمل عنوان انتاي ضعيف.
هذا ولم تكشف الفنانة زينة الداودية عن موعد إطلاقه عبر موقع اليوتيوب. تحذيرات من استعمال مادة كيميائية مجهولة تدخل في إعداد الخبز. يستخدم أصحاب بعض المحلات المخصصة لإعداد الخبز التي انتشرت مؤخراً بمجموعة من الدروب والأزقة بمختلف المدن المغربية مادة كيماوية مجهولة المصدر. ووفق ما أوردته جريدة المساء، فإن الهدف من الاستعانة بهذه المادة هو الرفع من حجم وشكل قطعة الخبز بقليل من العجين، وهو الأمر وفق ذات الجريدة الذي يشكل خطراً يهدد صحة وسلامة المواطنين.